السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نشوف موقع على الانترنت مهم جدا في موضوع المدن الذكية، وناخد منه الفكرة وممكن نعمل مواقع زي ان شاء الله في بلادنا. طيب، عشان تكون مدينة ذكية تحتاج يكون عندك بنية تحتية اقتصادية، يكون في مشاريع تصنيع انتاج اي حاجة، والا هتبقى مدينة الناس تسكن فيها بس وما يشتغلوش يشتغلوا في مدينة تانية، كلام مش منطقي. يكون عندك بنية تحتية في تخصص النفايات، في المياه، في الصرف الصحي، في الأمن، في شبكة النقل، في شبكة الطاقة. يكون عندك حكومة ذكية، ودي هنحتاج إن احنا نتكلم فيها بالتفصيل إن شاء الله. برضو أنت الهدف المدينة الذكية الإنسان، فلازم يكون عندنا اهتمام بالإنسان، بنوعية التعليم والصحة والاستدامة. ما ينفعش تكون مدينة ذكية وما فيهاش حدائق. المدينة اللي الأطفال ما يلعبوش فيها استغمية ورا الشجر دي ما تعتبرش مدينة ذكية. طيب، هنشوف إن شاء الله كل المواقع الأمثلة على كل الكلام دوت، لكن خلينا نبدأ بشبكة النقل. في موقع اسمه اربان اس دي كي، اللي هو دوت ده بيعمل ايه؟ ده بيساعد في تخطيط المدن. دي شركة موجودة في الولايات المتحدة وبتوفر أداة لتخطيط النقل للمدن الذكية، وبتنشر تحليل للمواقع في الوقت الفعلي في نفس اللحظة عشان تسهل فكرة النقل الفعال، ويكون نقل آمن ويكون مستدام. وفيها ذكاء اصطناعي عشان توفر نموذج البيانات الكمية والحوسبة السحابية، وطبعا كل ده مرتبط بنظام الجي اي اس والتحليل والتنبؤ للبيانات، وده بيساعد مخططين المدن ان هم يتاخدوا قرارات سليمة بشأن الموازنة وإدارة البيانات بشكل تعاوني. ده مثال للمواقع المهتمة واللي بتساعد في تحويل المدينة لمدن ذكية.